جوز كلام. يجري بحث تمثيل بقية فرقاء المعارضة في وجود. لك وينك يا أبو فاتر؟ والله انشغل بالي. يا ساتر، حابك برا. لك وينك أبو فاتر؟ مالك شايف الدنيا قايمة قاعدة؟ هيك شغلت لي بالي؟ لا انشغل بالك حبيبتي، طلعت استناولت الخبزات وأجيت. صار لك قريب الساعة طالع، كله هاد عم بتجيب خبز؟ ايه بس وصلت على شارع الأمين ورجعت. ايه وشو صاير برا؟ من وين كل هالضرر؟ والله ما بعرف بالضبط، بس الهيئة من نواحي العباسيين وجوبر وهذيك المناطق. الله يمضي هالنهار على خير. أمي حبيبتي قومي نحضر الفطور، جبت معي شوية فول وحمص. قلت لي الخبزات؟ لك ايه، مريت من ناحية محمد فوال لقيته عم يسكر ولساته مو بايع شيء. قلت حرام، خليني اجبر خاطره شوي. هلا المهم، رح تقومي معي ولا لا؟ لا عم بتفرج. لك على شو؟ على الاخبار؟ ايه على الاخبار. مو عاجبك؟ يعني بصراحة مو كتير. لك الدنيا قايمة وقاعدة جوا وبرا، ضرب وقصف وحصار وقمة عربية بعمان وجنيف خمسة. لك ايه طولي بعليك، يعني عادي صرنا 6 سنين على هالحالة، ضرب وحصار وقصف واشتباكات قمم مؤتمرات وما عم يطلع منا شيء. بقى قومي نفطر. لا لا بس لأنه كأنه هالمرة غير شكل، لأنه دي مستورة بالقمة العربية عم بيقول إنه رح يكون في شكل جديد للسلطة، ورؤساء الدول العربية بالأستانة رح يلاقوا حل سياسي للوضع بسوريا وبجنيف. لحظة، شو؟ دي مستورة بالقمة العربية والعرب بجنيف؟ لك شو عم تخبصي من جنيف؟ من جنيف ما عدت عارف احكي، شو عم تخبصي؟ لك من عجقتي طلع الحكي مخبص وفايت ببعضه. لك هذا مو بس تخبيص، فايت في الحبل بالنابل كمان. ايه دخيلك وقفت على الحكي؟ ليش كل الوضع مو فايت بالحبل بالنابل؟ بلا، ومشان هيك طفي هالاخبار وقومي ساعديني بالمطبخ، خلينا نعمل لقمتين. يا لطيف يا ساتر يا رب. جوز كلامه.